عايز اسالك كمان عن لاعبنا الدولي المصري عمر مرموش، يقدم مباريات كبيره في الدوري الالماني مع فريق انتراخت فرانكفورت. رايك ايه فيما يقدمه مرموش، ورايك او توقعاتك لمستقبله؟ لاعب سوبر، لاعب فعلا من وجهة نظري لاعب رائع جدا. فعلا منذ قدومه إلى أينتراخت فرانكفورت وفي وقت قصير جدا استطاع عمر مرموش أن يثبت نفسه ويتطور ويظهر بشكل رائع. أنا أعتقد أن كل الألمان وخاصة أينتراخت فرانكفورت سعيدين جدا مع عمر مرموش وسعيدين بأدائه. عدد كبير من اللاعبين المصريين لعبوا في الدوري الألماني، منهم على سبيل المثال محمد زيدان ولعب لفريقك السابق بروسيا دورتموند. هل تتذكر لاعبين مصريين لعبوا في الدوري الألماني كنت معجب بمستواهم؟ نعم بكل تأكيد. لعبنا سويا مع بروسيا دورتموند، أيضا أتذكر محمد زيدان فعلا. وفعلا كما ذكرت هناك لاعبين، هاني رمزي، انا اعرف هاني رمزي وزميلته ايضا، واتذكر ايضا لاعبين مصريين كثيرين. نعم